ننتظر مباراة فيها أهداف. عادل أحمد بيحاول مرور مرمى الأول والثاني والثالث. يا السلام على عادل، يا السلام على عادل وما يقدم عادل إلى الآن. ممكن تأتي العرضية، هذه خطرة ممكن بالرأس. أوه الله على عرضية عادل أحمد ورأسية تسكن الشباك. أندري أغوس يسجل أول أهداف اللقاء. شوف الإعادة، شوف الإعادة. عادل أحمد فعل كل شيء، كل شيء، كل شيء رائع في عالم كرة القدم. مرمى الأول والثاني والثالث وعرضية بالملي حاول فيها حارس مرمى نادي المرخية حمد عبد الحميد، ولكن أندريا غوس ورأسية رائعة لتسكن شباك نادي المرخية. هدف مقابل لا شيء. نادي الغرافة دائما ما يقدم الشيء الجميل في أول ربع ساعة من كل شوط. وها هنا أندريا غوس ابدع في الإبعاد السابق أمام اللاعب يوسف أحمد، ولكن ها هنا يعرقل داخل منطقة الجزاء ليعطي ركلة جزاء لصالح نادي الغرافة. محمد إسماعيل على التنفيذ، محمد إسماعيل، محمد عبد الحميد، وهدف ثاني، هدف ثاني لصالح نادي الغرافة. هدفين مقابل لا شيء إلى الآن لصالح نادي الغرافة الذي يبحث جاهدا على المركز الثالث. شوف هنا عرقلة واضحة وقرار سليم وتصرف رائع، وبعدها ركلة جزاء تنفذ ليضيف محمد إسماعيل هدف ثاني لصالح نادي الغرافة. هدفين مقابل لا شيء إلى الآن، هدفين مقابل لا شيء. محمد إسماعيل، أندريا أغوس، وأنا كرة تلعب الأمام الآن لصالح نادي المرخية. أحمد سالم بيحاول مرور، أحمد سالم الآن بيلعب كرة رائعة خطيرة ممكن. يا السلام، يا السلام على نادي المرخية. علي شبيب بيسجل بعد تمريرة رائعة أتت من أحمد سالم. نادي المرخية يعود وبيقلص الفارق الآن هدفين مقابل هدف. أصبحت النتيجة بعد هجمة رائعة. شوف، شوف أحمد سالم، حاول أحمد سالم، انتظر أحمد سالم، ناظر أحمد سالم، مرر أحمد سالم، وبعدها مرور رائع وتسديدة من الكابتن القائد علي المريخي. علي شبيب المريخي بيسجل هدف تقليص الفارق الآن ليقلص النتيجة، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. هل يعود نادي المرخية